جزاكم الله خيرا. له سؤال فيه أكثر من قضية. يقول في هذا السؤال: لي أخت كانت متزوجة من رجل، وهذا الرجل له صديق. المهم صديقه رأى أختي فعجبت، فقام بعمل سحر لها حتى تم تطليقها من زوجها وتزوجها هو. وهذا الشخص كما ذكرت يتعامل بالسحر ولا يصلي إلا الجمعة. وأبونا يرحمه الله قبل وفاته أوصى بعدم دخوله البيت، بيت العائلة، نحن لا ندخله البيت، فهل علينا اسم في ذلك؟ وماذا نفعل معه؟ خصوصا أنه يريد دخول البيت وإلا منع أختنا من زيارتنا. هذا من آفة نظر الرجال إلى النساء، هذا ما يدعو إليه هذا العمل من السوء والعواقب الوخيمة. وأما قضية الزواج من أختكم وما بينكم وبينه من الاختلاف، فهذا مرجعه إلى المحكمة الشرعية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه لا يصلي وأختهم مع شيخ صالح، بماذا تقولون؟ يحفظكم الله. هذه دعواهم، ما ندري عن الحقيقة. الله المستعان. لا بد أن يتقدموا للحاكم الشرعي وهو ينظر في القضية فيما لو كان الأمر حقيقة، وهو ما نحمل عليه رسائل من الشيخ صالح. إذا كان الأمر حقيقة فإنه لا يحل بقاؤها معه، لأنه كافر وهي مسلمة. قوله تعالى: لا ترجعون إلى الكفار، لا هم يحلون لهم ولا هم يحلون لهم. نعم.